الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يجينا هنا بلكي ون مول، يعني هذه من أكبر المولات اللي في كراتي، ما شاء الله تبارك الله، مرة ممتازة جدا، وفيها مواقف سيارات، وفيها ثلاثة أدوار من داخل، وفيها ملاهي أطفال، وفيها مطاعم، ما شاء الله تبارك الله، السوق متكامل جدا. طبعا إن شاء الله راح أعطيكم تفاصيل من الداخل. هذا طبعا ما شاء الله تبارك الله، هنا موجود عندنا يسموه منطقة جولسن إقبال بعد سرابور. طبعا في أسفل كمان سوبر ماركت الكاربو، والبنك هذا الـ HBL اللي يكون شغال هنا الساعة 10 بالليل. البنوك هذه الايدي بنك وبنك HBL. ان شاء الله تبارك الله، بس اشوفه جميل جدا. طبعا هنا اسفل هذه مواقف السيارات، هذه البوابة الرئيسية لكي ون مول. هذه النافورة الصغيرة، منظر ما شاء الله. وهنا هذه كلها جلسات ومطاعم ما شاء الله تبارك الله، مطاعم خارجية. هذه رسومات حلوة ما شاء الله مسوينا، وهذه هي جلسات المطاعم. هذه مدخل البوابة الرئيسية، الآن ندخل فيها ونقول بسم الله. هي البوابة ما شاء الله، هنا ثلاث أدوار، هذه بداية المدخل صراحة. مول كبير جدا، هذه هنا ألعاب حق الأطفال، ويركبوا فيها الحصانات. طبعا هذه الإجارة 200 روبية، شوفوا بس لين نهاية الصف ويرجعوا. الصغيرة ب 100 روبية، حلوة الحصانات. ان شاء الله تبارك الله، شوفوا هذا المطعم اللي فيه الجلسات الداخلية والخارجية حق ما لكي ون المول، ما شاء الله تبارك الله. سيارة هذه بس عشان دور الأرضي، وفي السيارة هذه كمان عبارة عن باص صغير ما شاء الله تبارك الله. عبارة عن دورين، في كمان سيارات الأطفال الصغيرة. بالريموت هذا ما شاء الله تبارك الله، هذا حق أطفال صغيرة. هذه دور أرض، طبعا هنا كلها ماركات عالمية. هذه ثلاثة أدوار، هذه من الداخل. هذه عربية، هذه السيارة ما شاء الله تبارك الله، طبعا تأخذ جولة كاملة في دور الأرض. طبعا هذه هي الدور الأرضي، شوف على فقمة ما شاء الله تبارك الله.
من الأحذية الرجالية وأحذية نسائية. هذه هي السوبر ماركت الكارفور في الدور الأرضي. طبعا هنا هذه كلها مظفرة ما شاء الله جميع أنواع وأشكال. نحن كنا هنا في الدور الأرضي، تمام؟ هذا الدور الأرضي. الآن نحن في الدور الأول، ثم حنصعد في الدور الثاني، وهذا الدور الثالث. الآن طلعنا في الدور الثاني. هذا في الدور الثاني نحن. طبعا حتى فيها اسانسير كمان وفي سلم كمان. الآن نحن لحقنا الدور الثالث اللي هو الدور الأخير. هذا هو السنصير اللي نحن. الآن نحن في الدور الثالث اللي هو الدور الأخير. طبعا هنا برضه هنا في قدام ملاهي. والله هذا ملاهي اليوم مقفلة. وهنا قدام مطاعم. أنا راح أوريكم مطاعم في هارديز في ماكدونالدز وفي مطاعم أخرى كذلك. هذا هو الدور الأخير. الآن نحن هذا هو الدور الأخير. طبعا هنا كل شيء متعلق بالألعاب الأطفال كلها في الدور الثالث. كل شيء للأطفال. هذه كراسي مساج. هذه بسعرها هنا يقول لك 2 لك. يعني ما يقارب تقريبا
5000 ريال سعودي. هذه واحدة وهذه الثانية. هذا الآن نحن بصف اللي هو اللي تكلمنا آخر دور المطاعم. شوف الهارديز وهنا في مطاعم وكذلك هناك المكدونالدز موجود فيه وكذلك في عندكم كي اف سي موجودة هناك كي اف سي. هذه كلها مطاعم. طبعا اليوم الملاهي مستغرب انها مقفلة. هذه هي الملاهي حق الاطفال. كانت في جلسات هنا كذلك ممكن عشان الموضوع الكورونا نسأل الله السلام. كانت في جلسات هنا برضو. هذه كلها صف المطاعم. الصف هذا عندكم برضو باسكن روبنز. هنا قائمة الأسعار.